السلام عليكم أصدقائي. اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على كيفاش ديزاكتيفيو سوفغاردي ديال لي فوتو. فبزاف منا عندهم لي فوتو ديالهم كيمشيو الفوتو ديال جوجل اوتوماتيكمون كيدخلوا, فكيتلقى مشكل ويقدر يشوفهم شي واحد مثلا بزاف الحوايج. المهم على اي, فباش يعني ديزاكتيفيو هاد الميزه هادي كندخلوا الفوتو ديال جوجل اللي هي هادي كما شو معنا. انا ديجا ديزاكتيفيها اللي هي هادي من هنا. اما كديروا اكتيفي لا سوفغارد ولا كتجيو البارامتر ديال سيكنوريزاسيون وكاين هنا ديزاكتيفي كديروا اكتيفي كما شو معنا يعني كتولي اكتيفيا. فحال اسما كانت مأكتيفيا تسناو باش تكمل. فوالا كيما شفتو معنا هيا سوفغاردي يعني تيرميني, يعني تسوفغارد هداكشي اوتوماتيكمون. يعني اي حاجة صورناها في التليفون كتمشي لي فوتو و كتستوكا تما. فاحنا مالينا الا اننا نديزاكتيفيو نفس العملية. كنجيو البارامتر وكندخلو سوفغاردي سوفينيزاسيون وكنكليكيو على هاد اللعيبة هادي او هاد البوطون هادي باش كديزاكتيفا. هكا غادي نكونو ديزاكتيفينا السوفغارد يعني اوتوماتيك, ميبقاش يتسوفغاردي لينا التصاور او الفيديوهات اوتوماتيك في جوجل فوتو. ومن بعد الاخوان الى بغينا يعني نحفظو او نسوفغارديو شي تصاور شخصية فهمتي, يعني بغينا نحتفظو بها في جوجل ونمسحوها مثلا في التليفون, يعني فقط كيعمرو لنا ستوكاج وصافي. كنجيو الفوتو أو كندخلو للإيماج كنلقاوهم. ومن بعد كنجيو لهنا كنسيليكسيونيو التصاور اللي بغينا وكنكليكيو هذا بارطاجي. ومن هنا كيطلع لينا امبورتي دي امبورتي دون فوتو جوجل وكنديرو امبورتي صافي. وكيبدا يعني لامبورتاسيون هكا اخوان غادي نكون يعني كنتحكمو في جوجل فوتو بلا ما يتحكم فينا هو. نتمنى تكون عجباتكم هاد الحلقة هادي وما تنساوش كيف العادة تبارطاجيو لا فيديو تابوناو ديرو جيم او لا لايك وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد. السلام عليكم.